قبل ما انسى ينراد بسرعه تعممون على سفرائنا خلاصه بموضوع هذا الجاسوس. موجود تعملون وياهم احتياديا. فخلاصه بموضوع الجاسوس الاسرائيلي قلنا ايضا يعني هو جاسوس الاسرائيلي للانجليز. اول ما جندوا الانجليز وبعدين الاسرائيلي جندوا واعترفوها. فإذا خلاصة بموضوع بما قاله التحقيق بما قاله بالمحكمة هو نفسه باعترافاته وهو شيء يعني هذا الجاسوس. إذا ممكن بقي خامني خبر رئيس يعني خبرت المخابرات سواء خلاص الخارجية هو ماكو اختلاف عن اللي اعترافاته بالمخابرات عنه في المحكمة. نفس الشيء سيدي يعني المحكمة الملكة نفس الشيء وكرر نفس الكلام اللي قاله بالتحقيق قاله وطلع في تلفزيون بغداد واكد سواء بالمحكمه او في تلفزيون بغداد انه هو لم يتعرض الى تعديل وهو بالاساس ايراني من الجنس بالجنسيه من الجنس من الجنس نقول جواز سحب وطالب كفر صفيقي يعني من الناحيه القانونيه ما له حق. احمد ايش قد ورا الحكم الاعدام من عدم الواحد؟ شهر سيدي شهر كامل؟ نعم يلا ينادم يعني الحد الاقصى شهر اللي هذا الا برمضان عدمه الا برمضان جزاء مارغريت تاتشر قالوا يتوسط بس الله ما اقدر اقول والله يغفر الله يعني هو صاحب اعلى خيمه كل شيء اللي جا والله ما يمشي شو مستزهرين عجل كل هالدق هذا سويناه احنا 8 سنين من التضحية ولسه احنا ما عرفنا الانجليز. تاتشر دزيت رسالة لطيفة جاوب ناشي برسالة الطف منها. ها؟ ردوا بأحسن شلون؟ أو ردوا بتحية تحية بأحسن منها وردوها. حيينا بأحسن منها قلنا ليش حاضرين تريدون يحضر السفير المحاكمة القانونية أبدا أكيد محاكماتنا قانونية ونأكد ليش أنها قانونية صارت محكمة قانونية وحضر السفير الإنجليزي قنصل وحضر ووكل ومحامي هم حسب اجتهاده سيدي حتى بالتحقيق قصدي ورد التحقيق قبل المحاكمة قبل المحاكمة زاروهم بالسجن جت يمكن امها وبتها واسالوهم وهم بالسجن انه صار عليكم تعذيب وجاوبوهم ما صار تعذيب صحيح هذا انتم سويتوه؟ اي صحيح شو يسوي للجاسوس المسجد على قصد احنا؟ حتى اعداد التدريج صاير عندهم انتظار اي واحد يعتقد بالامام بشيء من الوساطات والرئيس ايه يطلق صراحه ورا كل النقاس اللي سواها زين انت تريد تجي شان تجي وتقول والله يعني علاقتنا بالعراق والى اخره واحنا نريد نشوفكم ومن تجي تطرح هذا الموضوع طرح لطيف يجوز رئيس الدوله يفكر ان يستخدم صلاحيته يجوز اما صرحون ونستنكر يا ابو شنو تستنكر؟ شنو قرار سياسي هو حتى تستنكره؟ حكم صادر من محكمه قضائيه بالعراق وانتم مطلعين على كل التفاصيل. شنو تستنكر؟ ورا ما يقول استنكر يريد والله اريد اجي هلا انا اشوف صدام حسين وانه هذا ما ينعدم قبل ما اجي. لا ما تجي ما اريدك. احنا البارحه سيدي اجتمعنا ويا الاخوان في المخابرات وسوينا كل
الإجراءات المطلوبة ومشينا أخذها العالم كله، إنه هو جي أكثر مرة وقدمنا على تسهيلات وواحد محتقلات مسابقا وجيري غطي مال كردستان الحكم التشريعي وراح عن منطقة تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة المشمولة للزيارة، والمحامي حضر وهم حضر والمحكمة والقنصل حضر وإلى آخره، وإحنا نعتبر هذا تدخل في شؤوننا الداخلية وطبقنا القانون المحكمة عادل واختفى كل الوكالات. فيراد أصدقائنا من الصحفيين العرب كلهم اللي هناهم سيدي يكتبون يهاجمون هاي العنجرية يعني اللي تنظر باستخفاف إلى مصالح الآخرين وما يخطر على بالها غير فقط مصالح. الجاسوس في كل العالم له قوانين معروفة كل العالم، يعني الجاسوس ليش يكون الناس شديدين تجاهها؟ أيضا طبقا لقانون إنساني لأنه يسبب أذى للدولة، اللي أيضا الدولة شنو هي؟ عبارة عن مجموعة لمصالح الأفراد في غالبيتهم، هذه هي الدولة. فلما يلحقون ضرر بمصالح غالبية الأفراد من خلال الجاسوس وبما في ذلك أمنهم الشخصي، فمن حق المجتمعات أن تدافع عن نفسها. إحنا في مع دولة ما زالت تعتبر أن الحرب قائمة بيننا وبينها، مستندة على الأغراض العدوانية، للأغراض العدوانية، وطبقت هذا المفهوم في ضربها للمفاعل النووي العراقي. استندت عليه لما يصير جاسوس إلها أو لأي دولة أجنبية أخرى، بس يضاف هذا يعني شيء مغلط أنه هو جاسوس لإسرائيل، يعني دولة إحنا وياها ما زلنا بحالة من الناحية القانونية وما عدنا هدنا وياها. فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه دي سهل لإسرائيل مهمة أن تضرب العراق كما ضرب العراق في 1981. فما من مصلحة المواطن اللي بالمحمل اللي يريد ينطيك هدف لإسرائيل حتى تضربه وكتلة داخل المعمل، ما من مصلحته هو، ما من حقه أن يدافع عن نفسه طبقا لقانون حقوق الإنسان وللقرية المجاورة وللمدينة اللي داخلها المعمل. يشنون حملة على والفت الانتباه في اعلامكم خاصة هي الانجليز نفسهم يعني وبالصحافة الانجليزية العرب المؤثرين على محررين في الصحف الانجليزية يدخلون وياهم حوار العراقيين والعرب، ما يطلبون منهم يكتبون مقالة وانما يدخلون وياهم حوار يقول لهم تاتشر اخطأ في التصرف، لان تاتشر يعني إذا عدها جهود يفترض هذه الجهود ما تضعها في مدار الإعلام الانتخابي، فهي صورت أن العراق هين وراح بالضغط تطلع من النتيجة حتى توظفها لأغراض انتخابية، فعمل تاتشر عمل ضد المصالح البريطانية هي وزير الخارجية، لكن كلها عبارة عن محاولة لربط الأمر بالمصالح الانتخابية الشخصية، وإلا كان بالإمكان إذا عدها مجهود ورئيس دولة العراق بإمكانه أن يستخدم صلاحيته، يعني صلاحيته اللي منطيها الدستور، هذه ما تصير في شي جو، ممكن تكون بشكل ما تصير في شي جو رحمة يعني مو استنكار نستنكر وإلى آخره وحملة ما أدري شنو، أنتم يعني معقولة تتشر وزير خارجية ما يعرفون العراق يعني لهالحد؟ مثل كل دولة يحترم نفسها لما يتخذ قرار، أيضا العراق يحترم المحاكم مالته وحريص على أن المحاكم مالته قرارها يظهر بالمظهر الرسمي والصحيح. وزين كل هذا حصل، كل هذا حصل وياكم، ليش تسوون هيك حملة؟ يعني أصلا أنت ضيعتوا حتى على رئيس دولة العراق فرصة أن يستخدم صلاحيته فيما لو أراد. وجربتوا هذا كل الإعلام هجان عن زوايا الصغيرة للإعلام الإنجليزي مهمة، وجربتوا في وسائل أخرى استخدم رئيس دولة العراق صلاحيته، وفلان واحد وفلان واحد وفلان واحد،
اثنين او ثلاثة احنا ويمكن هي هاي طمعتهم لا اكثر من واحد اكثر من واحد لا البريطاني واحد والالمان لا القبل واحد ها الالمان الالمان واحد والبريطاني واحد من جاء ميلر والله عارف ميلر الصرف كثير مؤدب وحلو لقلنا لهم سيدي لأن هذا التصرف في ظرفكم أكثر من كثير يعني تحت الخط حتى يفهمون أن هذا المنهج هو يقرب موت هذا بس خلاص خلاص رد ميلر هذا جيفرد هيرس اسمه لو ميلر هذا خارجي وزير دولة خارجي دولة سير يقول إحنا ردنا على تصريح وزير الإعلام إحنا بدنا نحدد إحنا بدنا نلتمس بس كل دخل عفوا انت دخل بشؤون الداخليه لازم لانه كان مفروض انه اللي حضر القنصل البريطاني حضر المحكمه وشاف اكثر من مره هذا الجاسوس ان يطلع الراي العام البريطاني على الموقف صحيح ليش اشتكتم على هذا سوق العالم انه العالم الغربي عالم متمدن والاجراءات اللي يسويها صحيحه مهما كان العالم الثالث كل شيء اللي يسويه موضع شك مو صح موضع شك يعني هم اذا وافقوا عليه زين اذا ما وافقوا عليه مو زين سيدي هذه صار 12 سنه ويجي الاعلام البريطاني ابد ما صار وقلت لك 12 سنة أنا أتابع الإعلام لم يظهر حرف واحد كلمة واحدة طيبة على بلد اسم العراق قلت لهم طيب إحنا يمكن يجوز بينا السوق محالنا حال الآخرين زين الآخرين الغربيين الآخرين يعني ما عندهم يعني مرات يتعبون لكن مرات يضربون ماكو شيء إيجابي حقوقنا بشكل كامل هذه الحرب قلت لهم مرة قلت لهم طيب هذه الحرب 8 سنين بها إخبار وبها انتصار يعني ولا مرة انتصرنا أبداً وكأن هناك وصية من البلطانية الخمينية موجودة وصية خصوصاً بيبليس بس الإعلام البريطاني يعني بس يقولهم بد موضوع الكيمياوي والأكراد وإلى آخره حتى الإصدار حتى الإصدار طلعوا الكوكب البي بي سي مرة ضاعت خبر بنشرت الأنباء الرئيسية مالتها أنه سيدة عراقية مسكت متلبسة بتهمة سرقة في إحدى المحلات. بالنشرة الرئيسية ما الأخبار. حسنا لو أنا بريطاني اللي جاي يقول ما 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 لي أخبار. هذا العالم المتمدن سفير من سفرائهم بس شكل تيبوك هنا واحد من سفراء الدول الكبرى بواب ويبوقنا والمخابرات يروحون يسطون عليه يرجعون السرقات يروحون يبوقوهن منا حتى هاي احنا وياه مشابه صار لنا سنتين ثلاثة هو سفير لدولة كبرى